Are you ready? بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يا أيها الذين آمنوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. maanta insha allah waxaan ku hadlaynaa waa aynu dulmari doonaa risaalo yar oo uu qoray sheekh maxamed cabdulwahaab raxmat ullaahi calayh, oo magaceeda la yidhaha nawaaqid ulislaam, islaamku waxa buriya. Dad badan baa marka waxay u haystaan nawaaqid ulislaam waxyaalaha uu ku hadlay inuu isagu gaar la ahaa, mana aha. Hadalka me waxay hor yaalla asiraaj alwahaaj calaamat alminhaaj kitaabu ridda, waxyaalaha uu ku sheegahayo badankooda uu soo qaatay. Aridda waxa weeyaan islaamka laga noqdo. Marka waxyaalaha islaamka buriya weeye waxa looga noqdo dee islaamka, walciyaadu billah, ilahay inaga kuriyo sharkeeda. Marka bal waxaan ka horreysiinayaa kitaabka inaan akhrino waxa uu ku fasiray kitaabkii mukhtasarka ahaa imaam nawawi raxmat ullaahi calayhi. Riddadu waxay tahay, wuxuu leeyahay xagga luqada riddada waxaa la yidhahdaa almaratu min arrujuuc, yacni hal mar oo wax laga noqdo. Hal mar ah aridda waa almaratu min arrujuuc xagga luqada. Sharcigana ma waa maxay? Waa inta uu sheegay musanifka oo yidhi hiya qatcu lislaam, islaamku la gooyo wey, biniyatin أو قول أو قول أو قول كفر أو فعل أو فعل كفر، يعني أو فعل كفر مهم. يعني هو إن إسلام كله قويه نية قويه وركع وسمعه، أما قول كفر أو كهله، أما فعل كفر أو سمعه. مركز وحي يلي سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، أما هؤلاء يلاهدو جس جس وركين دونا وذاتك هي الحصر وذاتك شان عادل وهاب وكين دونا إزاكتر. أما عناد هؤلاء يلاهدو، أما هؤلاء يلاهدو اعتقاد أقرأ الصومة مركا هي الحص مركا وحن فهمني إنه وسن قار الله هين علماء الإسلام قولنا إيكا هدلان فقه قاد لغو سوقاته باب لن وباب الرد اللي يلاهدو عياج شيره. طيب انت هره وحين كا اخري دونا كتاب كان هل قضو امان كا اخري دونا دي الله يذمو وكاشن دونا اساق ايو وداد كلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم ان نواقض الاسلام عشرة نواقض. وحيالها اسلام كبرية وطبان بروري طبعاً ناقضوه في الحقيقة أنا طبعاً بك سوقاتي أهن، لكن ويكبديه انتاس طبعاً بك سوقاتي. مركة نواقض مركة جمع الناقض وياه وهي المبطلات وهي لها بريوي سيدة مثلاً ويسيدة نواقض الوضوء وكلا أي مبطلات. محال نواقض لو يري حاكروا لي هذا أبو يري أسباب الردة، ردة أسباب تهذا وهي لها إسلام كله ونقض أسباب تهذا، أما أنواع الردة أما حيالها سلاكم لغا نقضى أنواع ذي نوعية ذي. يعني شيخ وحولي ومعرفتها مهمة جدا للمسلم. إن لبرتانا
قفك مسلم كآد آد مهم وطهي من أجل أن يتجنبها ويحذر منها سوء قفك هذا وقدكتون هذا لأن المسلم إذا لم يعرفها قفك مسلم كهدي آن وأقون سن فإنه يخشى أن يقع في شيء منها حلو قبقيا إنو كدعوه وحكم ذايق مركا وأنا خطر ويموي حي الإسلام كذا قبح حيث الإسلام كذا قبحنا معنى هذا وحويان قفكو النار بكواري ياوي وقلي النار بكواري ولي جنة عندها صارمة الشيخ بوزان وحولية هي الردة عن الإسلام معناها الرجوع عن الإسلام إسلام كذا نضوي قفكي مركا إسلام كان نغضة إلهي سبحانه وتعالى وحولي ولا ترتدوا على أدباركم تنقلبوا خاسرين ورهوي حق الدنباق قال لماذا يهون نقوننا ومركا نقوتان أما ذو الرقبتان إذنك أو خساري وحوكال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر نك إسلام كان نغضة يا أو دبعنا لنتا سكاله سو قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أعمال شدوا ونكسنيد وبريسا آخرية دنبا وأولئك هو أصحاب النار نار أصحاب تهدي هم فيها خالدون وكواريا وحان قصة قال نعلم ماذا إني مركع رد مغران إلهان والعياذ بالله إلهان كما قال سبحانه وتعالى حي السلام كله قال نقضه ومسألة وخطر سنوي آدي الخطر بيوتها سببته و وما رتبوها وح آدي آد اللي توي مركا ما يشوف حكومة سر الشيخ ومركا وحيله وهذا تحذير شديد ودقنين آدي آد وأذك من الله سبحانه وتعالى المؤمنين مؤمنين تأيوا له وقدق هي ودقنين حق الله كتمد أو مؤمنين تلو لجهد ومركا وحيله نكين نقضاء أو إذك إذن كمذا يعني أيها المؤمنون عن دينه فيمض هو كافر بمعنى ولم يتب قبل الإسلام ويرجع إلى الإسلام أن توبت كيرين أو أن قصوا نقول الإسلام ماذي فقد حبطت عمله بطلت يعني عمل كيسي وبرية في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حيا ربضاً وآيضاً أيوب مركة هلا كشيك هيا وحاكله أو الله حسي وإلهي وحسي سبحانه وتعالى إن أنا ذنكرهين قفكي سو هذا سكر قالوبة تسقون بس دبي مويان إلهي سبحانه وتعالى وحابض أجعل لوايم أيه آيات إلهي وحكوشة سبحانه وتعالى في سورة المائدة وعن يري يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الذي هو مؤمنين تأقف في دين تيسك اللابتا إلهي سبحانه وتعالى وحول الله إمن دونك هو إساق جعل قوم جعل إساق الله سبحانه وتعالى الله أجعل يغانا جعل ومؤمنين تأسوك الشبيع ومؤمنين تأون حريستا قال دانا عزي كرنول يأود سبقرنست ان مركا وتحذيرات فربضهم به احاديث تنوحا انه غفلا حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه اساسا فلين وها نعم عبد الله المسعود ويان حق وصوك الشيخي لا يحل رسول كوحي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث قف مسلم اللي يسوى حرام الا صدح شهد لي ما دمه يعني طيب الزاني ninkii zaaniga ahaa ama gabadhii zaaniyada ahayd intay guursaday ama ay guursatay kadibna zino ku dhaqaaqday oo zinaysatay ka wala dilayaa wey wan nafsu bin nafs iyo qofkii naf dila oo naftii naf loo dilahay wey iyadana hadii qof oo la ka u dilo qofku ولا كحد أدله أو كدله شيء غالبا وحد له وين أصل هذا صار له جيدا لو حلاقيه بقف بينه فرد ولا كعو نفته أو أنت
غالبا فعلكو أمر الباحظه دي مارك تحمل الله كعب معه اللهم إلا إنو يقليها بودي بيلد ريسكو هو مارك تحملها آدو حق بدن وضبعنا يقانا ميل هدي قفك الغد رفته آنو كسو كعين نم بعد كورو حيش يغي هل كانوا حاكو جري أبو الحيد والله قبنا يا أبو لقفك 10 seconds وكل مني عندك ساو طابرن أو قرن يوحى إن لوردن تو كوسة ما يبغى لود ولود لي أقدر سماه هذا على كل حال وين قفك وكل من كره روسة ما هي سيد غالبك أو أما بر أما وحبض أما وحيل لمن مركن عندك هي نندي له قف دي له ولا دي له يا قف مسلمة هذا قفك مسلمة ودي له ولا دي له طيب أن محاك لو جرى مركز والتارك لدينه هذا هو الشاهد والتارك لدينه انك دين سكتري المفارق للجماعه وجماعه دي مسلمين تكتري وكفارقه كان نقض الدين تسي رسول كان يقول عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فقتلوه انك دين سبدل الدلع ايوه هذا جماعيه يهدي اي محوها يهين واحد بولد دليه سيدنا ما كان مرتدين تأها وقتي أبو بكر مركي دين تكلم بتم وثير على الدقال لمي وعلى الدقال لمي طيب هذا بنا واقضة سي يعني وصلنا نوها أي مارس نوها أي نؤد المرة وحاوه الرياء الشرك في عبادة الله تعالى إن إلهي سبحانه وتعالى لو شريك يا له الشرك في عبادة الله عبادة إلهي إن عدك الله وتجيء عبادة عدك الله سيئه تاسي مركب هو مسألة آد هي آد خطروه ما قرانيس آد بخطروته محايا يلي هم في الأيام هنسوبه الدمية طيب الأول طيب كاسبي مركا الشيخ لي هي وحاكم أنواع الردة الشرك في عبادة الله يعني يعبد مع الله غيره يعني وين قف يعبده الله معيز غير كينو لا عبده بقى حيال فربضان ودوك قاكي أي سميان بو سوقة طيبة وهي كميت هي كان يذبح لغير الله إلى غير كينو وقبرعه dad badan baa ugu raaca jinka iyo xeelaha noocaas oo kale iyo qabuuraha qaarkood iyo oo qofkii qabuurtii buu gowracayaa iyo taqarrabu bi hada dhabhi ila dalika almaqbur qofka ay ugu dhawaanaya soo garanays marka saahadu yeelo waxa weeyaan waa ku galoobaya ama an yanzura an yanzura إنه مركا أنذره لغير الله عز وجل أو أن يسجد لغير الله إله غير كينو سجود أو أن يستغيث بغير الله إله غير كينو مارة محوها أو قرقار سدو أو أي قرقار إله يا فيما لا يقدر عليه إلا الله وح إلهي ما يعدك الآن كري كري يا رد بصول العظيم يا علين كري وحق ما كرام جران يا الله مويا سبحانه وتعالى مركا سكر هذا العدك لأ أضغط دواقته كفر بن غنس إلهي وحبر سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك ننكي شريقي له ولو ذاجي بالله الله فقد حرم الله ألو كحرمي عليه الجنة جنة ذي بكحرمي ومأواه النار هو يقسن ونروي وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مدافه إن لود مارت بموها إن لحلو ذا جيو وحو دافا وحي الشركة كسوكية قف قدونه أي دافا مركاسو إلهي سبحانه وتعالى ومن يشرك ننك الشريك يا له أو لو ذا جيع عبادة دي سعيد كلا عبادة اللي عيد كلا
فقد افترى إثما عظيما وحونك هاسي أبورتي دنبي وين أيو شقست ملك نحوها ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا فقد ضل ضلالا بعيدا يعني بادي فق أيو قد عينك هاسي إيك مسألة إن آذي يا الله فهموه وحاويان وحنوا الاسكوا فقصيها إن أي في عنتها إلهي إن كلي قيل عابده ووحيالها حتى أن شيء إن إلهي كلي اللو دايو سمو قرنس نين مصري أيا بري أنا يقول ميل فردي أنتو إيه مد حتى كور نمرك وحنكم مراني إلهي مو يعيد كلينا الله بريين دبادنا وحاو سو استاغي سو انا فديا مسجد هرتي مركاسو السلامي مركو السلامي كبعدي ايا وحو يري ان مساله دي بيغا ايغورست وحان كو ورينتا وحا اي شيغن وحد اي شيغتا قفكو هدو الهي كليه بريو او عيد كلا انو بريين او دوبديدنا او سدا كو دينتو آخر إلهي موحي عذابي محاذو بريو ويدي شيخ عبد القادر رحمة الله عليه لأنني شيخوها أطبع ظلميان سيد النبي الله عيسى وما أنت الله ظلمي ما أنت أين الجوغنو ظلمي كدعا هيا عالمك ونبي الله عيسى القبين أبو رانيو وبينت أوه رئيسا أيتهي إن ما أنت ولسي بينت كسي وين أيتهي وإنك إلهي سمع قرنس يا سيد الله قبنا أبورتو ذلك الصالحين تأي أنبياء يا الله قبنا أبورتين شعب القادر رحمة الله عليه مركب حنقول مية ليق بسنة يا محاذ بريوي ذي شعب القادر هدان إلهي مو يعيدك الآن بري نكسر المية هدي مركب إلهي مو يعيدك الآن محبوب قورعنا مركب سيد وإذكوا ما هيسط وحل أمور نسيها يسوم ماها هدي أد أولي ذا بريدو ragnow waxay leeyihiin waa shirki ragnow waxay leeyihiin shirki ma qoliyaha shirki ma ahaalehna wax dariil ah oo sariix ah oo saxiix ah oo quraanka iyo xadiidka ku soo arori ma jiraan haayay quraanka kuma taalo udcu awliya udcu rabbakum akta mal kasta marka maadaama quraanka ay ku taalo ilaahay bariya أو رسولك أوليه إلهي بريا عليه الصلاة والسلام بل رسولك أوليه فاضموي خذي من مالي ما شئت حوالها يقول واحد انتقق هذا إني لا أغني عنك من الله شيئا وحبيرات حق الله عنك حقا وانكرا متشران والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا مرها دي محوها هي الدلذو ظاهر كذا أي لا صعوت قريها له السلفيين ذا له ورنك إلهي غير كي برية فيما لا يقدره إلا الله ومهم جدا إنسان إلى وإلهي من عند كلا إنسان أي سمارت محوها أنا كرين إذا عروق كرئي وحيل مذا روب كرئي يا صمينك إلهي بس صمينك إن مسألة هذا اسمك وحولوب بهاي هي إن آدم سئل عليه أودنت هذا حبك يا مقر المحوها كوحها كتر سنت هاي دنت هذين الكشخيص أو إلهي وحد هبته الله ارتكته يا الله قبل هاي ثم قرنيس وحد هبته نوام حي منك إلهي كلي عابده إلهي كلي بريا إلهي كلي وحب قورعة إلهي كلي وحب نذرة إنه نبض قرنيس أو كل التوحيد صحيحة ثم قرنيس مركب مسألة مسألة مهم أوي إن الأقاذ ويان أو أن مارت بحوها أظن كوح لا أظن يا أظن مارت بحوها وهيلين تودا حبا كام قرين آخر هذا كريجة الغويدين يا سؤاله قبل كان كريجة بقري من ربك كريجة بالقرآنية كوح بنا هين أو تشيخ هي وسال الغويد مصعونس قرآن كي ويا الله حديث كي ويا الله الرسول كان دواء وعدي بسلاس أو محو يري وهو يري ان ان ما ها
إذا سألتم فسر إذا سألت فسر الله إله أضحى ويدسون إلهي ويدسون وإذا استعنتم فاستعين بالله هذا كلام دون إلهي كلام يسون ما لين والبنا وحين نرانا إياك نعبد وإياك نستعين كإله أذو منك عبد إنا كلام أذو منك ويدسون وريا إلهي غان يا ما هي مسألة سوى مسألة آدي آدي غير كي أقوى أصبح هذي مركب واحد كم ذا شركيات كلا شيء يأمك إذا شيءنا الذبح لغير الله يعني إله غير فين لا إن محمد لو جورعه كما يذبح للجن أو للقبر أو أكفر وشرك وحاكم ذا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا ثلاثة مسألة إجماعة ننك السجى يا الله اللهيسة لحدو ذا وصائد لكتي وقرأوا سيما روية ونبروا إلهي سبحانه وتعالى وصائد ذا سيدعوهم أبريه إياه أبريه يعني وحي الصمسان إياه أما ملك ها هذا أما النبي ها هذا أما ها هذا من شيخ أو ناكسان أو ولي أي إلهي سيقل لحي سبحانه وتعالى دو ذا ذا ملك صوب بريه حبو ويديسان إياه يجب ترسارنا إياه كفر إجماعا إجماعا وأنا قاس وقالوا قالوا عندنا تكفير وي تكفير وي إيك يدعوهم بلير إلهي يدعوكوا لي أنا عابد ادعوني ويريه تيدعو الأولياء مرهن عروة كاس كسو كسو هلا محوها قرآن في حديثك ماركيس كم سلام مسلم مهم جدا أوي طيب المسألة هذا سوى مسألة عجائب وحي كليهن ويحوى كوير دوضان صوتي النبي عليه الصلاة والسلام انت مارت ملوتكي ليريب حموها استغفار ويديست يا واستغفر اللهم الرسول يا دي نبي وي مدان او دم بداف ويدي واستغفر اللهم الرسول ايو دم بداف ويديان الى هي ويديستان واستغفر اللهم الرسول رسول كان دم بداف ويديو استاذ ميضا 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 معها وصائطة وحاوي حد نفسي هذا ببنان تهيب إن أقف ورا الكاتر هذا إلهي إيبري إنه يدم الداف إلهو دم الداف وراني وعلا مات ثم قرانيس تهلو مجيد وحلو جيد إنه أتري هذا شيخ بلو اغفر لي مليك تساس قال عين كاتر واجرا دم الداف وانو كسود وراني شيخ بلك. مركب مثلا خطر مثلا وحاكم إذن يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وسيلة ذات نوحي إلى ذان إلي بنانتهي أو إلهي غير محمها حلوسي مريكرو أجزك عد والوسيلة ذان يسد أمها وسيلة القربة وإلهي اللعنة وذوي سبحانه وتعالى يعني أن تتقربوا إلى الله بالإيمان والعمل الصالح بالكتابة ذلك يا جلالي كفير سوف قرانيس كتاب كاسو آل إيسو آل أخرستان كفير محوها ابن كثير كفير كتاب كاسو تفسير كفير يعني هو التقرب إلى الله بالإيمان والعمل الصالح إما ها شيخ أقول له سيد أي كريستان كوي سميين فالكريستان كوبعين كاسو سميين حالو ليه قالوه ما مسألة خطر أوي مسألة مالك إلهي وحال الرباء إن آذن إلهي أقول لحي إن آذن ماشي كسار تالو باهين هاي نبي عليه الصلاة والسلام أن هو هاي وحى إنك نوش يا جينا وحى أهيد سو وحى إلهي إنك محونا ورد حيا وهاي نون سو قرسي حق مركزي عبيين وإلى بل أجا أجا النبي جاي بسط ولا كده جين وليوي هاي بسط ولا صن سو إلهي ما قفكو حكوا شرف هو بقى قفكو وكيم شرف كيس نينك هذا مثلا نين بقرة ورقد سوديبه نينكها او كو امنه ورقد ميانو اكتيسا نوينك اهين قف وين مكيه مركا قفك الله او سوديبه رسالته اسبابته اي رسوش او قسريان حتى النبيه واساس وين رساله لو سوديبه جديده بني ادم كان سو غرسي انت سويه انغا انت انغا دحايسا مركا تاريخ شويه شيخ حريرته
maaragtay muxuu ahaa ay hoos u dhigahayaan inuu ilaahay wax u soo dhiibay oo maaragtay muxuu ahaa sharafkiisu halkaas yahay bay dadku ay maaragtay muxuu ahaa aad iyo aad qoryahan suufiyada ay ku caayaan dadka ahla sunnaha. Ahla sunna sheegtaan laakiin ahla sunna maaha, waa garad soo maaha. Berigar waxay dhihi jireen muxuu ahaayay anagu ma dagaalano dadka ma layno, hadda waa ka odarka sanaya dadka laynaya, nin kastoo bidca ku dhaca marka waa laya, waa garad soo maaha. Tayib, taasina waa mid wey. Athaalith, ka saddexaad waxaa weeyaan man lam yukafir almushrikiin, mushrikiinta qofka aan gaalaysiinin, waa mushriga kufrigiisa shirkigiisa uu sariixa yahay wey, oo laga helay shuruudii mawaanicdii shirkigana ay ka anfowday ninkaas, ninkaa wey. Marka shuruud baa la rabaa qofka inuu ku dhaco kufrigii waa oo la hubsado shirkigii, isla mar ahaantaana maanic uusan jirin. Maanicna waxaa ka mid ah waxyaalo fara badan bay culimadu sheegaan, oo ay ka mid tahay muxuu ahaa qofka inuu u kasay oo khada aydan ka ahayn, inuu maaragtay muxuu ahaayay jahli u sameeyey, waxyaala noocaas oo kalenta. Marka waxaasoo dhan marka ay meeshii ka baxaan oo si fiican loogu caddeeyo qofka kusii adkaysta ya de shirku markaa ninba shirku buu noqonaya, aw shaka fii kufrihim, ama shirku ka shakiya kufrigooda. Hadda qaar badan baa yahuudi iyo nasaarada ka shakiya inay gaalo yihiin, subxaana allah. Aw saxaxa madhabahum, ama madhabkooda saxiix yeela oo yidhahdo waa quman yihiin oo maaragtay muxuu ahaayay dahab gore point point bay leeyihiin oo waxbaa jira oo u ogolaanaysa inay yeelaan. Saddexdaa masale iska ilaali, ninkaan gaalaysiinin, ama ka shakiya kufrigooda, ama yidhaa wax si wanaagsan bay u socdaan oo nimankana waa fiican yihiin daaya, dadkay masaakiinta wax siiyaan oo ood aragteen sida ay dadka u dhaqaaleeyaan oo kida kida kafar, ninkaas waa gaaloobi, ninkaas hee waa gaaloobiya, ma garanays. Maxaa ilaahay waa wuxuu leeyahay waa kufaar, adna waxaad leedahay waa muslim, ma garanays. Sheekhina wuxuu leeyahay wahaada ashad aw saxaxa madhabahum, ashad iyadaaba ugu daran buu, soma garanays, aad iyad ba khatar u tahay. Taasina waa qodob. Qodobka afraad waxa weeyaan man ictaqada ana gayra hadyi nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nabiga hadyigiisa gayrkii ya the life style of the prophet, unbaa loo jeeda hadyigiisii sunnadiisii hee gayrkeed mid aan ahayn ya other than the life style of the prophet, yacni yidhaahda akmalu min hadyihi, hadyigiisa ayay ka kaamilsan tahay. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam halkaa dhig iyo siduu u hadlay, ogow hadyigiisu cirku ka yimid, ilaahay baa ka soo qaaday, ma aha hadyigiisu ama habnololeedkiisu ama sunnadiisu ma aha mid isagu uu samaystay, maaha carabi miday samaystay oo shaqo ku leedahayna maaha, soomaali miday shaqo ku leedahayna maaha, mid yurubiyan iyo bini aadamba ay shaqo ku leeyihiin maaha. Waxa weeyaan waa hab nololeed lifestyle oo ka yimid Allah ka yimid subxaanahu watacaala, uri sidaa u dhaqma. Allahaasoo dadka abuuray oo yaqaana waxa ay kaamil ku noqon karayaan, ay ku wanaagsanaan karaya subxaana xayaatadooda. Marka dhaqan soomaaliyeed maaha, ma aha somali culture, ma aha arab culture, diintana waxay ka timid min allah, from allah subxaanahu watacaala, suma garanaysa. Marka inaad marka masaladaas fahamto wey, marka nabi maxamed hadyigiisu waa hadyi ka yimid xagga allah subxaanahu watacaala. Kow, ninbaa imanaya oo reer magaal iska dhigaya wuxuu leeyahay maya habnololeedkii nabi maxamed waxaa ka fiican habnololeedka kristaanka ama yuhuudda ama hebel ilaahuma xataa muslim haada maya, taa lama ogola, waa kufri weyn. Aw anna xukma gayrihi, gayrkiisa xukumkiisa
أحسن من حكمه. حكم كالنبي محمد الكفي عنه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. طواغيت حكم غضة كان كف فضلها هي حكم كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. طواغيت نوحى لهذا وحي إلهي غير كيئة إمارة معوها تذكى يسكو حكمان أو أي عقيدي سيهين إنو كان في عينها وكف في عينها حكم في إلهي سبحانه وتعالى. سوما قرنس مسألة إنك أساس مهي فهو كافر إنك أسقال ويبولي. هل كان وحكو شكا يا شيخه؟ فالذي يسوي بين حكم الله وحكم الطواغيت أقرأ سوما حولي شيخه من أنواع الردة ويا هي وحواء الحكم بغير ما أنزل الله. ردة أنواع الحكم إذا إلهي حكم كيس حكم أنا هين وحلقوا حكمه وقورمة إذا اعتقد أن هذا أمر مباح هدو قفوا عقيدين وهي أمر مباحة وأنه يجوز أن يحكم بالشريعة ويبنانتين شريعة وحلقوا حكمه ويجوز أن يحكم بالقوانين. قوانين تنوك حكمي كان وأسوك ينمد كان رمنا قاضن كرنا مصلحة لنا يكجوز سقى ملك مصلحة ويقول المقصود حل النزاعات انتظركم الله كالله سارة الوبعين وهذا يحصل بالقوانين ويحصل بالشريعة فالأمر متساوي وأسكم شريعة ذي هي قوانين تكروا له وأسكم أسكم ماها يعني حق إلهي بكيف سبحانه وتعالى إنك سوى كافر وي. مركة إن تحكيم شرع الله وعبادة ماها يعني واحد يسكر شيء حريرة ماها وتحكيمه غير شرع الله هنا والشرك والسكير عليها مركة. إلهي وحده سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله أكبر والمشرك إليهن أجليي مقرنسة دين حقي ما لم يأذن به الله. إلهي وحسن إذمن وننكي توقعها إلهي سبحانه وتعالى وحده هديك أي كو عداتك عندك قوي لحبل وحيل حقك يعني حق الله كان وحس علوم الغرب تاريخ انت بعدين بوحي لهذين كيف في عانوا مصلحتك وجه دهرت يوعي كلهم هدي لي له هذا قعنتها لقى قوي توجا وما طلنا قعنتها لقى قوينية يعني وما دي بحكم حكومة يعني كل اللي توجيه تاسى كلهم ما يا حوي هدي أي أوجي توجو هدو أوجي قعنتها قعنتي ثنو وايه ما حد يشه تاريخ وحي لهذين تقريبا أفر بقول أصلنا ذات وإسلام بحكومة هي أيال تركوبة أنتي الأوجا ما تغنى أنت قاعد تلقوي شنقف بقى قاعد تلقوي بل أفر بقول أصلنا ذات مرك أفر بقول أصلنا ذات إن أمد مالك هو إلى شناده والله دوره ينبت قريدة وشنقف قاعد تلقوي إن مالهم ولبا هذا والله رجع سيد محمد هذا بس هذا العيس مالهم ولبا إن طبعا الله باتن لديله يا نيويورك طوري استضافتن هي صدح دقيقة أيام كرة المغرب بالير كمان نام بعدين ملايين والله العي صدح من الكري 3 minutes بالوضع مركا سكيل عليه ننتوك وحبسك حمر كحنا أيانين حوجا وذاتها أي اليوم حظ حدا والله شو الله مركي هارب عن كبر الله وحيله جري لكن إمي كمان كان حبسك صقر يتوقع بعض ما مرسي أو هذا وحي ما عندك دم بيبوري إلا كنت توقع من قنايو كنت كاتوقع من شقيسان كم بدي ما نقولين أبوي أو ذكرن دعه أو مارسين وحول هذه الدورة ده يكون سر العقف هي عن كوري كوردستو كذا نسك دينسا لا وحنا نقول أنو بنا ما بحين كرتب الدولة مركو عذر وحنا عذر كاسنا وحد دواء إن قعدت لقى يقف يا سبق رنيس لكن وحنا كقولي وين والله الدولة الإسلام ما هني والله يلا كان توقف قال قعدت كو سلام أقول حي وحنا وحي الله إلهي وحي الصالح إنك إمامك وأقرأ سوما مركا واسكوميد مركا قانونك إلهي يقانونك بني آدمك مسألة لازم مسألة صحمة. طيب مركا وشركي وين إن الاسكير علي الروحص
الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نبا وحي النعبي هي قضب كم بذا وحي النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام يا وحي النبي يقول لي من قضب كم بذا أيو النعبي هيبا هم كل رقمه نبا صلاة النعب ما مجعل والله صلاة بها حاول تكون إذا well هو يا أبا تكذير كافر وينك هسا حاول حال الرواء إلهي درسي أنا أتوقع أقرأ سما أمو حكورني مثلا قالوا حكورني إذا لا حجاب كان مشاكل يعني مجعلي مجعلي كورة مجعلي مجعلي ولا قرون حجاب كان مجعلي أو النعبة هاي مجعلي أو النعبة هاي ولد هذا حجاب أنت محل حجاب أنت إيوه رقيبة مالت محمد هذا وحي كينان إلي لهان قبل حجاب مربان هاي ورده وصونه أسطوران وكينان قرصدان روا مركا قرقه دراتي وان وحجابنا كون الشيخ ومسألة خطرة مركا هذا قفك جاهلية والقصارية لكن هذه قفك ونعوه ونعيب وقالوه شيء كمد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أم قرآن كتها الله أم حديث كتها الله نكا سوى قالوي. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ننكا كجيس جيسة مثلا وحي هرودن وحلقة يا بعضكم إني آذي يا ذوق ما كتان أو إسكدايان لكن تنوى بدن تاي استهزاء وبدن وأنا مثلا خطرة ضد فربضان وعامة وحضر كيسا كجيس جيسية دينة الرسول كوحكم بنا أو ثواب الله أما ثوابك إله أو عقابه كفر نقص وقالوا به حقا هدئ أنه ير فهفاه أنه شيخ وحوله من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أيه الشيخ فبغض ما جاء به الرسول ردة رسولك عليه الصلاة والسلام لي من قفك النعاه ورد وخروج من الإسلام خروج من الملوي كو تسوامد أن حتى هدوك عمل فله محايل الله وحبه سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأحبط إيش أعمالهم يعني لمن كاسي منافقين تأه أسباب إلهي سبحانه وتعالى و لون عي وحاكم ذا أما يقالوا بين وحي النعين وحي على سود جي سبحانه وتعالى ده بعد أعمل كودي بريء إلا أن كفر عمل كبرياء. الكراهة هي البغض كراهة هذا الشيء هي هو بغض النعيب ويا هذا ردة شيخ حلو ردة وي ولو عمل به أكو أبوك عمل فلاه فإنه يكفر بغضه في القلب كفر إنه قلبك شيء كنعه قال لموه ولو كان يعمل به في الظاهر ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مسألة سنة ومسألة خطرأة قارهان ضدك لدقن قارضة ما رتبهمها عاديستي عادات كودة أوضو بدأتنا آذو النعية وحي رسول كل يمد وإلتها يوحكا لا مسألة خطرة مسألة آقل السومة كو وحوليه مركة استهزاق مركة بوضي بها هيدي استهزاق مركة وحويان ننكا مركة سننت حتى هي مستحباتك كجاس جاسة كالسواك ان عادي قوكلا وحاسونا مركا القف ويسنى يو انو عاديدو مركو الصلاة سوء استاقا انو عاديدو واسنو عادي مروا الواسن اما تد لجوغ اما هل لجوغ قفك مركا حميستو الى محاد تذكرتي سأدقو عادي ينسا سوما ندو حبض منكو عاركم سلاة يا قال الناس كبر داف حتى كل يهدا سوق قضنا عادي هو شين بكولي هو شين بكولي وحياب لو مركا كسيواك وحاكم إذا قص الشوارب إن شاربك لا تشره سنوذ وحاكم إذا
إن شارك الله تشره سمع قرنيس قل يا حيرة وحا كدليل في عن كوة تشره سمع قرنيس كوة حيرة احنا فتاقوا بضاني محيو جيدان إحفاء وهاب يكيب هذا إحفاء بموذن إن لو لجيدو محي إن لحيري ماها وحاويان شرعو يريبا من لو جيدا يريه سمع قرنيس أو ويك والباء مارس انت صول إرادة كتشر أو هيا رادو ننك مركا نبصد غار بعد موت الشارك وين بيجعليين صدقوا ليهان مارس حموها فارسيين تي عينك سبين جست يكون قارد إيه قار مسلمين واسمين كان ودين إياه قال كينا وحيري سوء عجيب ما طيب إخوان ماركتي وحيري كاستواك وقص الشوارب وأخذ شيء من الإبت نبا مثلا قوينة يمحوها قوين تاسو يديري ما حيرس تبقلي قوين تانا سنة إلا قويو أي سنة أن كو تقليم أظافر عديها الله تشره قاربا كحرة وضع ديثين ليراتو دابا دادنا دي هدو مركو صحراء اسكم ميرو حالا كان صحراء كحرة دابا صلاة زمان صحيش سمو قرانيس نبي شيقي المحمدون بخير صوفرستي مقاعب صوفرست شو عدد دير بوليه مركزا صحراء دي باكو حرد صحراء دي باكو صوفت ساين تويلي بلاها شو يوريه دي نيهم يلحن بلقاء ايقا مصحراء تالو وتيسي موتة تيسي موتة حال عدد دير با ماشي ايك حديث كنقولي لادنا حكولي او نقطك يا او كجس جسيدك ومسألة خطر اوي ده مركي الدنبون باليلو ونيهم ماشي انا وصحاركم ارقناه فالهلس فيري يا ده مركي الدنبو علي وربال بروح على غيه يا بعضه قاركين عدد داريهين ده سقي بالغيه نفتيس مركو مسرح خطر اوي اذا وحاكم اذا مركا ان لو جاس جاس غركا سيدينتيسا سوما غرانيس اولي لا غركا غمبي وداد واخو ديجري غركيسا شو كيو كلاها بركاسا ليلوني اسك خيروحن انا ما له بالك بركاسو حديث مركا ان جيرين لكن اد اوهر غلي حديث بدون شك حرير اجري موكس يا وحي الهدين بلال با ادم جيري او ان اشهد اي وحرن جيري اشهد يعني افريكانكا سيده غالبك شينكا افريكان بدني مكران بلا افريكس ما دام افريكان ها وحي سي هذين نادي ساسن بوها ما يدري كان افريكان بوها لكن كل شيء عربي كل شيء ما قرات بركوا اسكشك حريروي هذا الحديث كان بجيرو لكن حديث بوسميين وحي هذين سين وبلال النبي قال له شيء قبل عليه الصلاه والسلام مركزه وحي لي بيد هذين وحديث هو شك حرير سين وبلال عند الله سين يا بلال شين كيسو الله أكدي سوى سين سين بلال الله أكدي سوى شين مركب حرم عن أدري شدو وحول هادو إذوك إذا نفر الحين هيقلك هيا بولي عند الله جميل بولي الله أكدي سوى كجميل مركب وحول أدري شنو هو صح لكن حديثك صح ما حديثك صح ما مركب هدي لك ويبلي هذا محمد أقلك هو فول حين يهي وعاتر هذا الله أكدي سوك قرح حين يهي سوى النبي قال نفري عليه الصلاة والسلام إن أنك الله بحر ما قرأت سوما هدي كم بني وقو خص بينا قرأت حيتنا حيتنا متكلا دونه معقو خص بحية يا متكلا دونه انترفيو قبل أول شيء أنا قرأت حير ما يقول هذا صلاة وأنت كان يا يقول هذا وين أتري هذا هدي كلام إسكت تقدي أو كشقة يسمعها ربي إمرها يوم سومالي وكشقة طيب مركا تاس مركا وحويا واستهزاوي مركا إذا استهزأ به صار كافرا وحاكم إذا لمحوها إسبالك وكلا وحاليلو وإن قفكو أنقو قوصا ضافين سوما قراني سنمحوها مرضي سأمسروا الكيس مركز كجة جنسية فيتيال بيوبحية فيتيال ويفيديه وجس جس ويوحس مركا إن القجة جس معها نظر رسولك عليه الصلاة والسلام حيال الكفر واكر أراني دليلك وحويان
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذه لو ويديوه منافقين تي وحاول إلى محاسة وصميسين ليقولن وحيرونيان إنما كنا نخوض ونلعب أنقوا أنه اسكت شيء كيسنا إني أواس شاك اسكت باراني إني ونلعب اسكت عياري إني إيه هورون يا بول قصة أنه وحي كنت مدبع ليلي جماعة أو دقالكي ماركتي أن دقالكي تبوك آدي أيا كوح منافقين وحي كوه الشيء نبقى إني الدلان ومال ملكة أي كتوران رسولك عليه الصلاة والسلام مال الصلاة قوتي يهودي مركا حشي مركا سيما ريسو كتور إسلاحي نبي عليه الصلاة والسلام طبعا نعذو إلهي بكبت بادي سبحانه وتعالى أو والله أركي السحابة غاربة كبرا روغي طبعا نوي عرره سوما قرانيس تاسطو ويشي كان أو إني الدلامي طبعا وحاك لو جرتي إن أي لهذين ما رأينا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء من هؤلاء ما أنا أراك وحكع روين هذا إيه اللوت بيقول إيه وحكع روين أو كفوا لي السنة مركي الدقالك ودعانا كواه يعني وحي عاية النبي محمد يا أصحابتي حقيقة من نبي محمد فليها لا إله إلا الله يا من نبي محمد بابا عند بضع عمر جري وسالبه بس أيوب سبين جري إنه توم ما أنت الصومه وعاورون محمها وصدع هذا وبرئوا صوما وما عندهم بقص أيو سبينجر ومدى بأودي ذلك سوى قرانيس واسكش بك حرير لباب بلود بلغي يابا إنو بيو يتمر كل نولا رسولك عليه الصلاة والسلام حقا تمر إيا حقا بيا صحيح يقول إيه إنسان معه أرغب بطونا مركا مركي مركي اللقوقة بتسيوحي إلى هذين وأسكع ياريني إلهينا محمد سبحانه وتعالى قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون ورمى الله إيه آياتك إيه رسولك ستكو آياتك جيس جيسيسين لا تعتذروا هعذر دارنا إكسكيوس الله إيماننا قد كفرتم بعد إيمانكم إيمانك إني بعد قيد آيات ماركتي إلهي كفر سبحانه وتعالى وات كفر السين بإله إليه سبحانه وتعالى مركا استيزاقه مركا وخطره يا إن لقود جاس جاس حجابك لقود جاس جاس قرك لقود جاس 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 متقانا وموكين يا ما قررت المعنى إن لقود مارت محمها موك لقود سمعيه وحيالها دينتو إلا تمد ومهم جدا إن لسكير عليه طيب مركا هذا الكاسي ونغني يا كفر ونغني او وان كفتمي يلغي يلمي يا وان كفتمي يلغي يلمي يا وحاكم اذا وحيالا هذا لو كفتمه انو قفكو الليف ليفو فريس مركو عنتضعونه انو الليف ليفو النبي يقول عليه الصلاة والسلام دي هاكم مرينو عنتبضا باكو تهلا وان نظيف كم مضمود صو صحنكي كل ليف ليف حارن ما هو في عنوي أو أذور سرعة في عن لكن هذا اللي سكتها ببرنا عن لوينين لويسينين ضدك إن موها إن واحد سلطة رسول كمدي ما خطر ويهدون عيا غيابة ما كيل السبرال روا أما واحد صبين كرتاه إن الفريق ترى هذا حاسك على ليف ليف is that bad سعودي قد لغة معها أو عرف كذا معها موتصدا هذا هو حقيقة مثلا بس تاسوا في عندها إلا كيف فرتها حرام ويمية يا أخي لا يا إلهي لك بغال الروح سمو قرانيس مركب حاويان قبر هذا هذا فرتها هذا اللي يفتو it's good محبب زيادني سابع كو عروضها سيدوكل مركب رسولك في عز الله والسلام عمدوا يقول ليف
أم أهلك يا عروت هذا اللي في لكن عن توي يعني هكو سيدين محمد وحيد أنت فرها أكو هذا وحلقة يا وادي قف ما أنت جوا معها ودمدي إنه كان بيتقار كود حتى هلكت هلكت ضفر بدون مساكين يا إنه كنا وران له بالغية والله ما هو إلا سحابة ضبع وحضارتين إلى مرك قاركود هل تمرأة ثلاثي أيوم موتصنة يا مركز بيكو عبية هذا أنا بريبو موتصنة يا بريبو عبية سبقرنس هل تمرأة وي محاول مرة نسامر كم حوها بريس يهرب يقلب أو فرها للقلة أو مشان يكتها للحمام فوقها يهرب الله سكان ولا كره مركب حويان إن إن مركا شريعة الإسلام كلو كف كف تمو أو لو جيس جيسو موكين لو سمعيو إن خطر وي وكفر ويان السابع السحر إن سحر كان وكفر ويان وحاكم إذا الصرف والعطف صرفي وحلو جيدا إن لا بغف آد مارك تي كلا عيرسو ثم قرن نسي أو سحر كو سميسو إن مثلا وذات يو يحاس كيسي إن آد كلا عيرسو ثم قرن نسي حين السحر كو حسب كي مادا موقتي مارك غاركوت مارك إن آد لبش لبغفوج استشعل إن آد كلا كحيسو والعطف باكمدا إن الله قف عن شغل سكول هنا استجعل يسيسو نو الله استعمله مديدة ده سو مقرنس ومن فعله نكي سمية أو رضي به أما سحر كار لك النقضة كفر به وهو قالوا بيا وهاي كو قالوا بيا دليل كنو حوي وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إيك يعني لو بدي ملاك إلى سودة جي يدلك إلى سحر كبران سيأي أكل فهمان سحر كأي معجزة ده أيها الله سودة جي باري وسحر كيف ربطي طبعا أن حق والمبوذي طبعا أن لو بدأ ملاك وحلو سودة جي يدلك إلى كبران سحر كأي هي معجزة ده أو كما قال بعض العلماء مركا قفكي مركا سحر كأنك يلي أبل إبربل حيولان جيرين ورهير دعنوك فتنة النهاية هذا بها قالوا من أو مارس حماس سحر كيس كي إرادة هاي استعماله ثم قرنس فلا تكفر عمر خمسة سلام مسلا خطر أوي كلا بعض النوعنا مذوى حقيقي بيل هذان عبارة عن عقد ينفض فيها الساحر ثم قرنس وحياله أيو سكوح الحلا هي نوت بصمين هي مركز سوح كو أفوف هي حوك المسنة هي حماس شياطين ثم قرنس حيال أيو مارث محمد أخري هي أيو حبو قرية طلاسم أو أسماء الشياطين أو كالبسان أيو الصمين هي أن الإلهي هدوث كالقبل أنه يؤثر في المسحور قف كل السحري وحالغي أبا إن أو تأثيري إما بقتله أو بإمراضه أو بالإخلال بعقله يعني قف كل إنه يدله سحرك أما أو حنون كرده أما عقلي يسوي حقلان كاسوا سحر حقيقي أوي ثم قرنس منه وتخييله أوي وتريكس أي سميان ولقى مارس إن سميني محمد هتن وسوق هذا يا مركاسوح سميني يا مركاسوح طوريا شمر بين قرنسا وتخييله أوي وشمر ما هذا حقيقة هو صور عيسى مركيو مركا حقا دابت صور عيسى وشمر أوي شمر بين وقت هيلك أما مثلاً من دي بسوق هذا الكاس أنتو قريه ياكس صاري وتخيل ثم قرنس مركا حيالها صور مركا محموها والسحر وهي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يعني نبي الله موسى نمكي السحرة هاي مارة محموها شالنج قري وحاويان محوري وحالو ملقرين يا إني يهين إني حركيه وحي داذيين إنا إمارة محوها أيهين صعابين أما مصص إنا يهين يعني من سحرهم لأجل سحرهم الناس فسحروا عيون الناس ذلك إن صرعات بكو سمعين مكا إن صرعات كو حكمية هي السحر واسترهبوهم مكا هو سحر تغييري أوي سمقرانيس ذلك أيو إمارة محوها
أيو 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 كسر هي لكن ما سحر وي سو قرنس مركا تاس أيا مركا محموها ودليلة إن أي قاليهين قفك السحر سمعي ولا الدلية ولا قال حويا قال لموي وأنا الدلية سقرا هدوح السمعي مركا الساحر هو كافر أنت سخا كافرا الثامن قضبك سديد هدو حويان وحن وحيا هيد كتاب كن سفي عن الله أخري أو ويق يميلها سلقيا بينه سفي عن الله من لها لكن وحن ربنا كريون إن أن دول مروا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين يعني إن قال هذا الله كلمة مظاهرة المسلمين ما محي المشركين ما محي مساعدتهم وهي هي إن ظهر الله نقضه سند الله نقضه مساندتهم تاقيرستو دول ومعاونتهم إن لك كلمة على المسلمين ومسلمين ته الله كلمة وقال هذا الله كلمة يا مسلمين تيبال إليه هي حجبين أقرد سمع محاو دليلة إلهي وحبر سبحانه وتعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلهي سبحانه وتعالى عليه ننك توليه وصاحب كدكته وجعل هذا ودين هذا جعل هذا وجعل هذا يقول إنك أتكاد المسلمين أو مسلمين دين كذا يحوها يحوق وباب فإنه منهم يو كمدي هاي يق أيها كمدي هاي طيب هذا بع شيخ وحيري أي معاونتهم فالمظاهرة معناها المعاونة وإن لو كلمة يقول بأن تعين الكفار إن قال ذي أكلميس على قتال المسلمين قال يا مسلم بعد قال ما قال ذي بعد أكلميس وأذية المسلمين مسلمين تينا ودبصاد وطرقش وكذلك من أحب الكفار قال ذي إنك يجعل هذا فإنه يكفر وهذا هو التولي تولي وكاسوي ومن يتوله منكم فإنه منهم يتولاهم يعني ولي بكل قنايا بالمناصرة والمظاهرة أو يتولاهم بالمحبة فإنه يكفر وقالوا بي نكاس فإنه أحب الكفر لأنه أحب الكفر قال لماذا بجعلي سوى أحب الكفار قال لماذا يجعل هذا فيكفر بذلك نكاس قال بكون غنيساس إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر قال لماذا يبصن إنكرموه ومن لم ينكر الكفر نكان قال لماذا انكرنا فهو كافر قالوا إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا رضي مؤمنين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يهود النصارى كذا قرنا أولياء أي لا تتولوهم يعني ولها كذا قرنا شاله كذا قرنا الله عز كذا قرنا سب قرنا يسد لا بمظاهرة ولا بمحبة ولا بمعاونة هنا كالميننا هنا جعلاننا ومن يتوله منكم يعني من المسلمين فإنه منهم يوك مدياي دليل وحيوتها يبرك أنه النكاسي في الدوبي إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلهي ما مارت محوها ما حنونيو ظالمين الشيخ كان لي هذا مقعسي شيخ شيخ عبد الرزاق البدر أياوحو كلا صار يا واحد هذا تولي يا واحد هذا موالات علماء قارقودنا بكرة صار لكن سيد هذا سووا مري وآية سي فح بحسن ما قرأني سيد إني كلا دوينهين هاي الموالاتكو حتى مرة قارقود وحيال إسكم مباح يسوق لك رتا أو حكم إذا مثلاً ألاب وسمين كافر يا ألاب وسمين مسلمة أو إسكم مدة أيها الحلقية أبا كوالتي قلنك قال ألابتي سويني في عمتها طبعا أنا كي مسلم قال قرم رسوه كاسل كيش نوع موالا ذا ويته ودي وحويان واد يكون كرسوناتي لكن كاسوه كلاو إسكم مباح أدوها قال جسوب ألابت هذا أنا ترى أنا هذا كيف سموه قال باتها دمشق ما
لكن ما دام وكل واقعي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحال قربا إنا جعلات النقاس مع سيدي سنة النعضة. لكن كافرك أدوه قريه كودسو والله أكبر بضان قصيه حال رأي النعضة ليه؟ وحضر النعيسة لأن أليه كو أبو ريب النعيسو كورن هذنك كويل هذا I love you but I hate your mom. بجعل الله ينقص. I love you but I hate your mom and dad. They are bad people. بجعل الله ينقص. بجعلاته. مكان يقول هذا. Oh you are a good man. But your Lord. Yeah? Allah is bad. بجعل الله ينقص. Okay. سير عليه يا مرك. وأقرأ السماء مثلا. Who is better? Allah or your mom? هاي؟ يا 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 في عين. So الله الله مس الله وكيف كين أبو ريوي صمة كين أبو ري عنتظان عنا بيا عبي كين كنا سيوي سبحانه وتعالى without him will die سو بقرنيس مركا الله نك النعى ونعينا the rejecter of Allah must be rejected أقدر نسمع معه سلام سلام فهمتهم the rejecter of Allah what do I mean that سبحان وجه ذا yeah anyone who rejects Allah rejects our book Quran rejects our lifestyle Islamic style yeah we reject him so much yeah is there any compromise on this never compromise on your deen be very careful yeah reject of Allah is kafir reject of the Quran is kafir ما قرأت المعنى ماشي كجرة سلالة سنة فهمتنا على قوم أربعة وين yeah don't say that oh, well they do a lot of nice things mobile phones and yeah do you love them because they do this who did this which is better water food or this which is better which is better water or mobile? Water. Why? Because you cannot live without it. So be very careful. Who created it? Allah subhanahu wa ta'ala. Even the mobile. Who created it? Yeah? There is difference between making and creating. Okay? Making means they took different things and they put together and they produce the mobile. That's making. But who created the things inside? Who created it? Who created? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah? Even our moms do lahoh sama and kibis sama. Do they create or make? Make. Who created the flower? Allah. Remember that. So you cannot do anything without Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So who rejects Allah subhanahu wa ta'ala? Huh? We reject him, yes? And we love him because he does nice things. No. Be very careful about this. Salah ma fahamt din rat. Salah zu'ayna addata. Agarat soma. Okay. Haddaba. Tawalligu ma'anisa. Sahla wa hawiyyan. أن صوّق أبن صلاة بعده تولّي معني تولّي موالاة وكلا صارين إن شاء الله إنك صلّى الله قال كذا إسكت ضران لكن تولّي وعنيه سوى حويان ومركز جعلته قال هذا من أجل دينهم أو أجعش هاي إن دين الإسلام كان أي خاص نقطه دين الكفار أو كر نقطه هذا هو التولّي هذا كم فهمت يا هدي دين كفر قوضة هي شرك قوضة هي their way of life up مسلمين تن أي down قوضة if you love that then you are كافر أقرأ صوما أما مثلا قفكي وجاسوس هي جاسوس بقون قونا هي وكالمين هي ألافت أسوء إيبين هي and his intention محوية هي نيدي سواء محي إنه مسلمين تشبان أي بابان أو دين تود أي خربان تو ودينك قال الله يكرن الله
كاسا وحلا تولي نكي من نكي وحلا جهلا وكافر لكن نكا سمايا وح كم إذا وحيلها كفر جاء يا مثلا نبى ورقة وقريب حما قال ذي حيولي مسلمين تقول كسر صعدة نسكير عليها قار مكافر نقنية وكافر نقنية مركا وجيدو إن مسلمين تأي بابان دين تظن لقاعد كابو مركا سو وجيدو هذا نسيده وجيدن وحب الدنيا وجيدو وحرام وكبيرة ودنب وين وعقابه كم تيسني لكن كافر ما وحنا ودليل آيات القرآن كذلك يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. مسألة هذا مسألة مهمة إن نفهمه. وحين كنت سألت حاطب بن أبي بلتعة نين مهاجرة وبدرئة وبدر كنت قال لمي أيا نبي قول الله الصدي عليه الصلاة والسلام لحن بها استقال مركة كل لحها صحابة فربضان أوكلا لم تصن نوحوها آت صاحب رأي أبوها طبعا نوحو الشيقي إن ماركتي ونبي قدوني إنو كدو له مكة فتح مكة أحد طبعا نوحو رغضب أقري مشركين تي حالا هيركي سيب حقات شوي يحوري سي عز حقات ورغضب أقري وحوري نبي محمد ويدو كسا صعدة أقرأ السومة دابا دادنا قبر بو ديبي قبر دينا مدحا هل كاسي جلس هل كان مدحا أي ورغد يجلس دابا نوي دغا نبي قال له وحي له ليدي سرت هذه فقط قبر هذا سي مريسا روضة خاخ أيا ودا ورغد لقريه هل كان مارس حموها أي كو أي وثيق القصة قاضي جبريل طبعا نوح أدري صدحني أنه الصحابة ذا كم ذا علي بن أبي طالب أكو جريب عليه عبد الله بن الزبير نمكو جريب تلو حنجة زبير بن عوام أضوع على كل حال صدحني بها هاي ما في ريا أي أدري قبل لي بي كهلين روضة وخاخ ماشي وانا قلت الماوي بي كهلين وحالي ورقد أوضكين ورقد مو واضح بترانو وحالي لهدي آذن كيرين ورقداس وكو بارينا تقبلوا برجع قالوا هاسكا هذا يعني شو كذي ما تعرفون إيش عليه؟ لكن هذا سكون ستان باي قام يهين ده سكوب رجع يملا سو ما قرنيس مركا روضة خاخ مركا قبل لي كهلا أي سد أكو يلي هذين أي مركا يعبت يسري والله ما شو الغو قوين دونا أي هلك صصرت تلوات هذا بسم الله نبي يوكي عليه الصلاة والسلام مسوحة بكوتا الله نكي لآمني والنبي وكله ويسذكر ذكرنا أيه قصة صحيحا حاطب ابن أبي بلتعة الله يعلم رسول عمر روحي لما نتحس واندلينا هذا المنافق منافق بوكو حكومة واروك هذا ويديني طبعا أنه ولا ويدي محاك وقوك اللي في بالي محاك وقوك اللي في إن أدمانتا أصير تهدي فكس حول يا رسول الله أنا دينتي كمال لابن ثم قرنس دينتي دي أنا كمال لابن نبور لكن لما كان أكفر ديبر كله وسؤول يهين حوله دي أهل كودي ركبه وإلى علي أنا وصل أهل كمالي همش نبوح بسكاها يعني أنا رأي كرد لنبوها قرشتا أقرأ ثم أنا قلت السلام عليكم ثم قرنس مركب حيولي إن أمبال وأنا أقابل ولا هدي أضمن تو كنت الله دجال أنتو إن إلهي هو جوشك الصين أيه توه أقابل يا وإلهي هو كلميني لكن واحد نسله أبوي لي أتقع عنكوا يرتي ذو نن كلمي إسكريك ما نسله سير يقول عليان أهل كي يو يمارس ما هو حوله مركز أوحي لي إنك فرح كقادر بولي فرم بيدين شغل رم بيدين شيء فرحة كقادة حاطب ابن أبي بلتعة جاسوس نبى النبي قال جاسوسينه يدا أقوين جاسوس نبى النبي محمد جاسوسي
سو دنبي وين ما شيخ دنبي أذوين لكن مركو يري لكن هدي وليه لها وحندوين لقاءت كابو كور لقاءت كابو دين هذا آخر ربنسو نفط منوك أنت هو قالوا بلها لكن شيء الدوياء أي ساء سمي سمنا أنو لهين بلايا كان عايز سمنا أنو لهين نبي قال لقاءت كاني عليه الصلاة والسلام اللي هو أوقي هاي نبي ناصر إنه منصور يا مركز طبيعي فراح قاعدين كاس روم بيدين شقيب مركز يحيي يا رسول الله إنه منافق قد نافق منافق وهي سيدا فكي مركز يوري أو ليس قد شهد بدرا وليس كان ميانو بدر حاضرا ها بيلا مركز يحيي وما أدراكم أن الله قد طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم وحادنا السمية وندم الله فيه بس كده فراق قادم إمام الشافعي رحمة الله عليه وحلق الشيخي رسالة القرآن الشيخ عثماني وذات كلا وأنبري هور أخري وحاكو قرآن يدو حياب إمام الشافعي بحلية هاي إلا هاي مسألة سي يعني مسألة يضع نين كدم بيا إنو نين خلدمي أما تاها أهاتا أما شيك لها أهاتا إنا لوي دينين أولي لهم حاكو كلفي أي باب كذا اللي حيله هيبول إن قوكم قدام بسمير رب كاره الوجو رعية وح أسمي وين لبارة هدو أسمي دين إلهي إن يدنتو أي خاص نقطة دين تجاردنا أي كر نقطة من كاس وقال ولا دليه هدو أسمي شيء دوية تجارية ها هاي جاردنا ما كنا عدا مسلمين ترى كنا عدا مركب غاركوت ومركب يقبل سنة ينحوها مسلمين ثمانية قبسانيين كونستانبل محمد الفاتح ماشي اللي قص صوق لي نن تلياني اهو تاجرة باهستي تول اهيد طبعا انو حيكو اشيين حدان ماشي انكو اقل انا صامرتو تجاري دمي ديني سا فقص هاو كو ديني طبعا قرانيس طبعا انو حقا سوق لي ماشي سومريبي اهيد محوها مراكبت وكان على قراض نفسه طبعا قرانيس مسلمين تاني كنا عارف العكس هذا دين كسر كنا عارفه مركو حال الربا إن لباره والله حقيق صدوه هذا قرن كرويده حت إلى يكو عدات مرك هذه أنا أنا كو عدان إن كسر ودين الإسلام كدولان كو أها ما جالسين سيد حاد بلوسي داي طالب كل إيه خاص بكو واحد ما عدين خاص كو واحد خاص كو ما هي سو قرنيس خصوصية دليل بيوبانت ما كقف كين لسنجا لسي لما أقوله لكن يساقو دي مركز أقوهري فعل كاسه هذا اللي قرينا يدن بيوين تهاي أنك هي مركز سيريا التجارة يأدوية كوها قاجسو حلوسة هي مركز حلوسة هي كبيرة وين وان دين تكبحين لكن كبيرة وين ودن بيئة ووين بسبي واحد محرم مرة البور مركز تولي موالدك لكن محويان وحيالك له أو يكمل تاي مثلاً هنا جعلته قلاب توضيح حال نوع سكر أنت شيخ وحاجر لي له هذا سحيمي إن رسالة الله قرر قرن ماي لكن محاضرة جوي كويت أنا وجوجنا 2007 كي وكهذا مثلاً بس إلى سديت قلب أيوكل لكي سديت قلب أيوكل لكي قارن أي كفريهين قارن أي دمبيهين قارن أي كراهيهين قارنا أيهين ما ركتي بحوها اسكبرنانت مركب مظاهرة كاسويا التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد تنسوفية ذا أبدا سوفية ذي هراء ما ركتي بحوها أورنجري يعني وحان قاري يا هير حتى صومالي ذو الواكي مثل هذا قار صومالي ذو كمذا وذات بعده جري بحوانيك الشريعة الإسلام كي مقبط صوته أصدح جير بعد ننت صدح جير أياه أياه ننت يقول وأنا سيد سليمان الهجرين صدح جربة نسيبه مركا نن انت شريعة الساق مقبطة برمشر يا دو يارا كم مقلب حما كتابك من هاشكا وكاسو يعني تورك السقف سيدا يكبت السقف يبشر كتاب القرآن كم هو يعني انت كرارن من كم الله كتاب القرآن كتاب القرآن عمده هو عايز موت مركا بحورين جري يعني هو شريعة الإسلام كي مقبطه صدح جرب عن نتيب ورجل قول لي أعصي يعني
نمنك اللي هذا يدور كلها أي أقوى أصحما الله أصحما إنكار كل هذا محلو قد جدا متقنع إلا غصر هذا بيننا يسيء أتكاتو فكرة دي أهيد إنه اللي انتهى لعاصي إذا سكربا أقل صمع دي بردو نمحوها نمنك نمنك مارس أقوى ذنك اللي هذا يو بريقي هورا حبا كده حينجري بوقت مركا قبيل كان أقوسي فويني قبيل كان أقوسي فويني مقرنس مركو هو مسألة خطر أوي هذا درس سيد هرلا ما هو سيد هرلا دهنا وذلك سومالي على الأقل سيد هرلا هنجرين أدب وفي عين مرك الله في ريو دفع ربنا ولا يلا صوب حي أو أنت دم بكرهين حنو مرني هذا دي هذا قصد الدعوة إني قبيل كسيد حنو الله استعماري ونسكب بيدون وحنا الدليل واحدة نطيق سكوك عجري محوة هاي ليه جري محوة هاي سياسيين هاي قوائل سكوك دري جري هذا سكو مدري كران عدو بك بيش باقر السومة مركو حال روا قبيلكو معني سوحة وي مركو إلباتي سيهين سي وحيو بهين لكن إنا القبيل كدقة محوة هاي ماشي إسلام كنا سوقر السماء على كل حال لنكاسي وحو مركز الشيك تأينو شريعة الإسلام كبحي إيك نبا وحو قرص دي الله بقى بلوض أولا لا اسكو قري صمالي بها أقرى صمال مركزان نبا وحو كويري وأن تجمعوا بين الأختين حقاك حقا مرتب سكاسوية أنا إيه مخصص دابا نقار بادي أرحينا يما وقتها وحيلا لنك عربك صور العي وحبك مجران حكا جرا مجران ننكا مركز الشريعة الإسلام كان أنا أمقى بطير هذا وكم يجره ننكا سوى كافر وي. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ننكا إلى هذا وحانيك أنكري كرائي عن شريعة كبحه أما ننكا سوى كبحي كرائي ودي ميل بقاري كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر ننكا سوى قالوي نكاسي هي وكافر سمو قرانيس مسألة ذن و إليهين محوها خضر شريعة موسى يكبح يحبك بجران محايا لموسى وحالله صدر ربن إسرائيل خضرنا ما أهين ساقا مرسل بقوا ما أهين مرسلوا إليه وما أهين تاسطوا أنا أتوي لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل هي بني إسرائيل كلية هي خاصة واحد تينك يعني سيدة رسالة نبي محمد وكلام آهين سوف أقرأ ليس ما آهين لما قول بأنا كجرة من نبي بوها من الصالح وها وحيليه قول حليه هاي نبي بوها قول نبي حليه هاي وحوها من الصالح لبضه بنا وحده تصينها يا ولا هليا لكن إلهي بنا يقول سبحانه وتعالى وحوها على كل حال خضري وحويان أن سقوا لو مصدر النبي الله موسى سدى دراسة شرع عيسو مسعون شرع عين كه الرئي بكسيو أيو كسعودي كو ومذكرنا وحوها ومذكرنا وحوها نبي موسى لو مصدر العرب أو لو مصدر الصومالي هذه نبي هذه هرودن وحلا أحسوسي هرودن وحلا سو دري جري قوم جارة أو قوم كذا نبي عيسى الله سو دري ربنا إسلام الله سو دري محايري وحوها حق هو يد وحوها ربنا إسرائيل بوها حق هو يد أبنا ملاحين مركن نكى إلى أنا وحن جاري كرا هير أنكبر حسرة إسلام كنيك سكافر ويا وقاعد أنا قطع عنك إلى وجران وحيدا صوفيا ذكركود وحيدا هذان أن قفكو هذي علم يسوع كرره صلاة وكن على عبادة وكن على عبادة نتكذب بدها ثم قرنس قاعين عين كير هذا جرا عيوري يقولون يا هذا أتركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة تبوك صلاة بمكة تبوك أنا ما كان كنت كذا معلوم الله بندولا حبك مجرى واحد وحك جرى مجرى قال إلى ما تكذن وجرى
سوما قرنيس أو ما سوما مركز نيك سيده سريع هذا إما قبض نيك يجري هذا هو كافر كو كو قدام بيوحى ويا العاشر أرمينا أنت إن شاء الله تعالى العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلم العمل به وأن دين تيبا كجيت تيبا ما نبرتو ما نكو عمل فلو دمبك ماله سوما قرنيس دليلك وحوى يبو لي هاي ومن أعرض عن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الإعراض حوية الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر بالله إيك إعراض كذا شيء وامحي وقفك عن علمك شعرين أو من نعبة وكفري والعياذ بالله ثم قرنست هذا بنا واقضا طبان كأه وهذا كان يؤدن بيهي وحاسكو ماذا بولي هاي بين الهازل والجاد والخائف إلى المكره يعني ننكا كفتمية ننكا نبتا وقتها قال لبضا ننكا بقية إلى المكره ننتا الله قبطي دي لقر غرسيي وإن لدي رمحوها كبقي مو يعني وكلها من أعظم ما يكون خطرا وخطر قوين يقف كل عكريوي مركو حلو بهاي يقف بينه آدي سقيل عليه إن شاء الله تعالى وحلو بهاي هاي مركا إن لا يسقيل عليه وحيلها صورا قفك مكره محله كرهبي لأن لأن إلهي بكرهبي سبحانه وتعالى إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ثم قرنست مركا مركا حويا سبحان الله الشيء عمار بن ياسر أياه لقراعي مركاسه حاله عي رسولك مركاسو عي مركاسو النبي قويم سقو آدي آد أطير عيسن أو أمر عيسن مركاسو يقول قلبي على سات هاي مركاسو يقول مطمئن بالإيمان ما هيبو مركاسو يقول إن عادوا فعد هذا سيد يقول هو قلان كنا قد ما لبوا على كذا عيدو هذه مر بعضا دين تكبحن إلا ما أقولها وقلبه مطمئن بالإيمان وحاك الله كم ذا إلا أن تتقوا منه تقاتا يعني مرحي قرطوا حدعي كرتا قفك إنو ميل حرجة قلوه ودبادنا اسخرق لقوه إنو إياه كمدي هاي سيو قبح صدو بحوها مكري قوضا تاسو كرانا بحوها كفر معها لا ماشي وقبح هاي حد هذا الماشي كل عبادة سنكرينين وعبادة هذا أعظم شعائرت هذا أعظم كم موجي سنكرين واجب حاين لقى هجروه إلا يوحان كرجيرنا سبحانه وتعالى إنه كفر كفريات كافرها بضن له إنه نقول إلهي كل درس قوال الآخري وشيخ آخري شيخ عمر وحين أهيد إن كيبا أما الله بدي حب وضبا مر الآخري سي يعني ما رتب الله لو كوبا وأنا رجينا إن شاء الله تعالى ما حد ولا سو آخري دول قرر سو آخري إن يعني لو سوء العليو سيدوك أيوه قادان وحان كفر قاه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنه أعلم إن شاء الله وإنه أقيم إياه هذا صو كوبنو وحويان هذا كوب وحويان نواقض الإسلام واتوبن تطفر بضن با مغنى تطفر بضن أيام مغنى نواقض الإسلام واتوبن بوليشو ككوباد وحويان وإن عبادة إلهي لو ذاجية عدك لأ ومثلا إلهي غيرك لبريا وإلهي غيرك مارك سبحانها وحلو قورعا إن قبلك لقو طوافة وحلم يتأوي تا إن لإسكي إلالي اللو بهاني هاي أو لإسكي إلاليو الشركة قرنو عاصو كلا تاسوا كو إلهي مو يعدك لأيان لبريا عدك لأيان لو قورعين إن مارت وهكذا طلباتنا وحاويان ننكا إلهي إيوه السقا لحظة وضع لقاس وصائد تقول لحي أو مركا أو سيمرو أو كسي نبرو إلهي أسيد أو كسي نبرو مركا قفكا مركا لحظة تاقنا وأذيك يا إلهي أضل لحيسي أضل لحيسي إلهي ومن لحيسي رنه أضل لحيسي إلهي وحقولي أنا قاي عابد أنا قاي بري أنا قاي ساسو يوري مركا أضل لحيسي سو او اد بريدو او اترا سارتنا وكفر ويان وحاك صدحات
ninka mushrikiinta aan gaalo u aqoon, ninkan gaalo u aqoon, ama ka shakiya gaalnimadooda, ama yidhaahdo diinta ay ku socdaan waa diin saxa, waa kaafir isaguna. Ka afraadina waxa weeye, ninka yidhaahda hadyigii nabiga iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam midaan ahayn baa ka kaamilsan oo ka fiican oo nolosha ugu wanaagsan, ama xukumka nebi maxamed xukum aan ahayn baa fiican, ninka yidhaahdana waa kaafir weeye. Ka shanaadina waxa weeyaan, ninka naca shay uu rasuulku la yimid calayhi salaatu wasalaam, shay rasuulku la yimid oo yidhi sidaas ha la yeelo, ama wujuub ha u yidhaahdo, ama sunna ha u yidhaahdo, ninkaasina xataa hadduu ku camal falahayo mar haddii uu naco waa kaafir weeye. Suma garanaysa. Midka lixaadina waxa weeyaan, qofka ku jeesjeesa diinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ama thawaabkiisa ama ciqaabka. Qaar baa ciqaabka thawaabka aad bu macaayan dadku, lakiin ciqaabka dadka qaar ka eecayaan sidee ku dhici kartaa? Ilaahay soo qafuur raxiim ma ahayn? Maxaa dadka naarta ugu waarinaya oo kale gaalada? Yani wax noocaas kale yidhahdaan ninka waxaas ay kusoo ninka ku jeesjeesa noocaynkaasoo kale weeyaan. Jeesjeeska waxaa ka mid a sheekh cayida ilaahay lacaayo ama malaa'igta lacaayo, sabrullahi wasabru rasuuli kusoo daray ahayd, kuma soo darin, laakiin way iskaga dhex jirtaa. Waxaan sheegnay muusan koobin sheekhu, muusan koobin, taasaa ka mid a maal, yacni in lagu jeesjeeso diinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ama thawaabkiisa ama ciqaabkiisa. Yacni maalan waxaa lagu jeesjeesayaa ninba waxaa lagu odhanayaa muxuu ahaataa maynan sheegin, ninkii sidaa yeela xoolciin fara badan baa la siinaya, 27 gabadood baa la siinaya, diintan ba ilaa waa diin un dumar iyo wuxuu ka sheegay cunto iyo dumar shaada meesha waxaa loo baahan yahay. waxa weeye waa kufri masaladaas. Tayib, waxaa kaloo ka mid a sixirka. 7 waxa weeyaan sixirka, sixirku waa xaraam, saaxirka waa xaraam, in loo tagana xaraam wey. Marka sixirka ninka saaxirkana waa kaafir weeyaan. Tayib, kasidyada waxa weeyaan in gaalada la kaalmeeyo oo lagu kaalmeeyo in muslimiinta ay ka adkaadaan oo diintooda ay hoos noqoto, diinta gaaladana ay kor noqoto, taasina waxa weeyaan waa shirki wey, waa kufri. Ta sagaaladna waxa weeyaan qofka yidhaahda anigu shareecada Islaamka ima qabato, waan ka baxay, ama hebel wuxuu gaadhay heer uu diinta Islaamka ka bixi karo oo wuxuu doon u samayn karo, sida nimanka suufiyada qaarkood ay yidhaahdaan muxuu ahaa ninkaas salaadii waa laga dhaafay. Soma garanaysa. Sheekh Cabdulqaadir ba waxaa laga sheegay inuu habeen isaga oo malaha iska tukanaya ayaa wuxuu arkay shaydaan balaaxun muxuu ahaa ku fadhiya muxuu ahaa sariir oo nuur haya, oo yidhi maxamed Cabdulqaadirow, wixii xaaraam ka ahaa maanta waan ku xalaaleeyey, wixii waajib kugu ahaana waan kaa daayey. Dee ninku sheekh buu ahaa, markaasu yidhi iqsac ya laciin, malcuun baa tahay, buri shaydaan ah, markaasuu dam yidhi, wixii o dhan ba waa la waayey. Markaas wuxuu yidhi dadka say sheegaan intaasoo weli ayaan ku oo dajaahiliin ahaa ayaan saa ku kharibay buuri, laakiin aduu cilmigaa kaga baxsata. Ta sagaataas wey. Ka tobnaadna maxaynu nidhi al-icraad, qofkii inuu diinta islaamka ka jeedsado oo aanu dan ka girin, oo noobalka iyo qur-aanka ay isugu mid u noqdaan. Qaar waa noobalka inay ka jeclaadan laga yaaba. Wabillahi tawfiiq, subxaanaka allahuma bixamdi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.